بسم الله الرحمن الرحيم حبايبي الاهلاويه، هل النتيجه 1-0 وحشه؟ لا، النتيجه 1-0 حلو، احسن ما كنا نطلع باتنين او ثلاثه او خمسه اللي احنا متعودين عليهم، ناخدهم في صن داونز هناك وناخدهم في جنوب افريقيا. النادي الاهلي كان وحش، النادي الاهلي كان زي الزفت، في بعض اللعيبه مستواها كان زي الزفت النهارده، زي مروان عطيه، واحنا شفنا الهدف الاول جاي بسبب مروان عطيه. لو هتبص على محمد الشناوي، فمحمد الشناوي لو شط عليه ثلاجه من نص الملعب هتدخل منه، محمد الشناوي كويس جدا في الانفرادات، انما الشوط عليه محمد الشناوي زي الزفت. لو هتبص على ايلي ديانج، في ايلي ديانج تحس ان هو تعبان بدنيا النهارده. لو هتبص برده على قفشه، فقفشه مش عارف يعمل التحويلات الهجوميه من الدفاع للهجوم، وكل كوره مقطوعه. بعض اللعيبه في النادي الاهلي عندها ميس باس كتير جدا، ان شاء الله نقدر نعوض في القاهره. الترجي كان مغلوب 1-0 من مازيمبي، قدر يعوض 3-1، وان شاء الله هنكسب. ميعادنا ان شاء الله في القاهره، والصعود ان شاء الله هيبقى في القاهره. استنوا بس المباراه بتاعت يوم الاربعاء الساعه 8، ان شاء الله النادي الاهلي هيقدم مباراه كويسه، وهفكركم ان احنا ان شاء الله هنصعد من القاهره. الترجي احنا شايفين مستواه عامل ازاي، وقدر يكسب 3-1 بمجموع المباراتين. ان شاء الله النادي الاهلي قدها وهنكسب هنا في القاهره. بس كده، يلا سلام.